نستمر معكم مشاهدينا وتغطية آخر الأحداث، ونتابع معكم مختلف الجهود الحكومية في موضوع كوفيد-19. هذه الجهود التي تتواصل على مدار الساعة في هذه الظروف الاستثنائية والتي تشهد ذروة انتشار جائحة كوفيد-19. طبعا هذا الفيروس اللي قاعدين نوصي مرارا وتكرارا بأخذ جميع احتياطاتكم والحذر علشان الواحد يقدر أنه يحتاط ويحمي نفسه ويحمي عائلته. راح نتابع جهودكم مع شبكة المراسلين، شارك بمراسلين برنامج العالم هذا الصباح المتواجدين في عدة مواقع. ونرحب فيهم جميعا. معانا الزميل عادل العنزي من منطقة الشويخ، وأيضا معانا أيضا من مقر استقبال العمالة المخالفة في جليب الشيوخ رائد الشمري، وأيضا معانا زميلة لما أبو علاوي من أرض المعارض. نرحب فيكم جميعا ويعطيكم العافية على هذه التغطيات. نبدي مع زميلنا عادل عزمي، إذا ممكن تعطينا فكرة عن آخر المعطيات والمجريات في منطقة الشويخ. تفضل عادل. نعم زميلتي، صباح الخير، رحب فيك ورحب كذلك على السادة المشاهدين. اليوم وفي هذه اللحظات نحن اليوم متواجدين من ساعات الصباح الأولى لتغطية جهود جميع الوزارات والجهات المعنية لمكافحة هذا الوباء اللي تعيش البلاد. اليوم من هذه الجهات اللي تعمل بشكل كبير وبدأت أعمالها و يعني تغطياتها لشغلها وعملها بشكل كبير هي بلدية الكويت، اللي اليوم متواجدين حاليا في منطقة شرق الصناعية، اللي مثل ما تلاحظون مشاهدينا خلفي تشهد إغلاق كامل تقريبا لجراجاتها والمحلات اللي فيها. نعم. بعد قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص. معاي الاستاذ المهندس عبد الله جابر رئيس قسم الازالات في منطقه في محافظه العاصمه، الحديث بشكل اكبر عن الجوله اللي راح تقوم فيها البلديه اليوم وفي هذا الصباح للتاكيد على تنفيذ هذا القرار. استاذ عبد الله يعطيك العافيه، رحب فيك اليوم، صباح الخير عليك وعلى يعني باقي الاخوان اللي معك متواجدين. كلمنا استاذ عبد الله، شنو اهداف الجوله اليوم وحيثياتها، يعني شنو اهميتها من حيث التطبيق؟ نصبح عليك بالخير على السادة المشاهدين. بناء على قرار بلدية الكويت رقم 709 على 2020 بتكليف من قبل مجلس الوزراء الموقر بشأن قلق كامل لمحلات تصليح وصيانة وقطع غيار السيارات، الحقيقة صدرت تعليمات السيد مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي للأجهزة الرقابية بضرورة التنبيه والتبليغ لأصحاب الجراجات في محتوى القرار، حتى يعني يتعرفون على القرار ومن ثم يتم تطبيق القرار بشكل كامل. من يوم الخميس اللي فات نزلت جميع الأجهزة الرقابية وقامت بالتبليغ والتنبيه على اصحاب الجراجات بضروره طبعا القلق. والحقيقه احنا يعني متواجدين اليوم وامس كذلك لرصد المتجاوزين ان وجد، ولكن لله الحمد احنا نشوف نسبه الالتزام يعني في منطقه شرق الصناعيه امس واليوم تصل ما شاء الله الى 100%. طيب شلون شايف يعني بشكل عام تفهم الناس لهذه القرارات اليوم، خاصة أصحاب المحلات؟ ما شاء الله قاعد نشوف يعني تطبيق شبه كامل، يعني ما شفنا يعني من ساعات صباح اليوم متواجدين ما شفنا تقريبا أي محل فاتح اليوم. أعتقد أيضا من الأمور اللي تحرص عليها البلدية بتنفيذها أن تحرص على تطبيق الاشتراطات المهمة أيضا والأمور الأخرى اللي يعني مقررة في هذا الخصوص. كلنا بشكل عام نعم، يعني البلدية الكويت وجميع وزارات الدولة ومؤسساتها اليوم اللي تقوم فيه من إجراءات وقائية ما هي إلا لمصلحة الحقيقة الفرد ومن ثم انعكاسه على المجتمع بشكل كامل. لله الحمد هناك تقبل يعني لجميع الإجراءات اللي قاعد نقوم فيها، اللي خلاص صارت المسألة الحين واضحة أن كل الإجراءات هذه اللي قاعد تصير ما هي إلا لمصلحتهم بالنهاية للصالح العام. إحنا يعني بالنهاية نشعر أمانة يعني بالضرر الواقع عليهم، هم أصحاب محلات وجراجات وغيرها من المحلات اللي تم يعني تنفيذ عليها أمر القلق، الا ان يعني هذا امر واجب علينا ان احنا نطبقه وواجب عليهم انهم يتقبلونه. بالنهايه هي مصلحه عامه وسلامه الجميع هي مسؤوليتنا. طيب مهندس عبد الله، اليوم مرتبطه نجاح جهود كافه الجهات في الدوله بالوعي والمسؤوليه اللي موجوده عند المواطن وكذلك عند المقيم، بحيث ان المواطن والمقيم ايضا يحرص ان ما يخرج الا الضروره، وهذا الامر كررناه بشكل كبير من بدايه الازمه لغايه اليوم. واليوم احنا بدورنا ود انتم كجهات
جهات مسؤولة يعني توجهون رسالة للمواطنين بعدم خروج إلا ضرورة، واعتبار فترة السماح مثل فترة الحظر، أن الإنسان لا يخرج إلا ضرورة، خاصة مثل ما قلنا كثير من منافذ البيع من الجمعيات وهالأمور وفرت خدماتها بالأونلاين، يعني الأمور صارت أسهل الحمد لله، يعني جميع الأمور متوفرة، أن الإنسان أو المواطن والمقيم ينفذ هذه القرارات ويساعدكم أنتم يكون يعني معاكم ما يكون ضدكم في تنفيذ هذه الأمور عشان ننجح ونعدي هذه المرحلة. نعم، تعاون الجمهور معنا لابد أن يعني يكون بتفهم واضح وصريح، أن في حال عدم الالتزام لا سمح الله في التعليمات والإرشادات ما هو إلا إطالة فترة لا سمح الله الجائحة هذه. إحنا نتعاون مع بعض، التزامكم بالتعليمات والإرشادات ما هي إلا تقليص فترة الانتظار هذه ومن ثم القضاء على هذه الجائحة، الله يكافينا ويكافيكم شرها. أناشد صراحة الكل الالتزام بهذه التعليمات والإرشادات اللي جميع الأجهزة الحكومية اليوم تعمل يدا بيد بكل طاقاتها من أجل الحفاظ على سلامتكم وسلامة المجتمع بشكل كامل. تعاونكم والتزامكم والخروج للضرورة القصوى اليوم قاعد تسكر المحلات وقاعد نوفر البدائل داخل المناطق بحيث أن الأخوان والمواطنين والمقيمين أن الخروج يكون فقط للضرورة. والله أن هذه المسألة أن الخروج وقت الضرورة إحنا عارفين وايد صعبة على المواطن والمقيم، إلا أنها ضرورة قصوى الحكومة بشكل كامل قاعد تأخذ هذه القرارات ما هي إلا لمصلحتكم، وإن شاء الله إن شاء الله تعاونكم معنا راح يقلص هذه الفترة إلى أقل ما يمكن. مهندس عبد الله يعطيك العافية، مشكور لك بالتوفيق، إن شاء الله في جولتكم راح تبدأ الآن أعتقد في شرق وبعدين راح تنتقلون لمنطقة شوخ صناعية، وبدورنا مشاهدين أيضا يعني نشدد اليوم على كلام مهندس عبد الله جابر اليوم بضرورة التزام المواطنين ومساعدة الجهات الدولة في تنفيذ قراراتها وكذلك الالتزام بعدم الخروج من منزل إلا للضرورة. زميلتي هذا كان كل ما لدي وأعود لك في الاستديو. شكرا، إذا كان معنا عادل عنزي من منطقة شويخ.